2017 من جانب الميزانية راح نحافظ على الموازين الكبرى، ولو صعبة ولو صعبة، ولكن سنتين منذ الصدمة البترولية اللي عرفناها سنواصل إن شاء الله في 2017 نفس الوتيرة، وإن شاء الله سنحافظ الموازين الكبرى وأكثر من هذا حتى البي بي للدخل الخام القومي سيتحسن، وكذلك حتى الإنتاج والإنتاجية في المجالات الأخرى ستحسن. هذه هي بصفة عامة الميزانية، وهي متماشية باش نأكد باش ندخل عدد كبير من الإصلاحات، ولكن بلا ما نمس تماما كل النموذج الاجتماعي الجزائري. نواصل بناء السكنات، نواصل بناء المدارس، نواصل بناء كل ما يتعلق بالصحة. في الجانب الاقتصادي احنا ماشيين باش نخرج في 2017 بلاد من الوضع اللي راهو فيه، وندخل كما ونهيي البلاد من 2017 باش حقيقة ندخل في الإمرجنس، لأن حتى ما تسمى بالصناعات التكنولوجيات الحديثة أو صناعة المعرفة راح ناخذ تدابير قوية باش نساعدها ونعاونها، لأن نعتبرها كذلك هذه لابد تغير الذهنيات في البلاد. التقاعد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا. درك بالنسبة للأعمال الجد وشاقة، نأكد الأعمال الجد وشاقة بعد ما البرلمان سيقرر على القانون سنأتي مباشرة دائما بالتشاور مع كل الإخوة، مع كل النقابات المعنية وبالأخص الشركاء الاجتماعيين وكذلك الشركاء الاقتصاديين باش نشوف كيفاش نخرج هذه القوائم، ولكن نعاود نأكد بالنسبة للأعمال الجد والشاقة.